بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة مسائي، نواصل معكم تكملة الفصل الرابع من مادة الإلكترونيات. وصلنا إلى دائرة مضاعف الجهد، ومن الاسم الجهد الداخل على الدائرة الكهربائية يخرج بصورة مضاعفة، والدائرة المستخدمة لهذا الغرض هي الدائرة الموضحة أمامكم، نستخدم دايودين D1 و D2 ومتسعتين C1 و C2، كل مربوطات على التوازي مع مقاومة الحمل الخارجي. فإذا كان عندي الجهد الداخل هو VN، فإن الجهد الخارجي يساوي ضعف الجهد الداخل. لو نشوف هنا عندي المحولة تعطيني، لو كان عندي الموجة الداخلة بهذا الشكل من بين طرفي A و B، راح يصير عندي لو ناخذ الجزء الموجب من الموجة الداخلة راح يصير D1 منحاز انحياز أمامي، بينما D2 منحاز انحياز عكسي. D1 عندما ينحاز انحياز أمامي راح يمر التيار الكهربائي منه، فالمتسعة C1 يتم شحنها، بينما D2 في نفس الوقت يكون في حالة انحياز عكسي، فلهذا C2 ما يتم شحنها. في الجزء الثاني من الموجة الداخلة وهو الجزء السالب يصير العكس، D1 يصير منحاز انحياز عكسي و D2 يصير منحاز انحياز أمامي، لهذا المتسعة C2 بالجزء السالب راح تشحن و C1 في الجزء الثاني لا تشحن. هناك ملاحظة أنه في حالة عدم وجود المقاومة راح يصير عندي فرق الجهد بين هذه النقطة وهذه النقطة هو ضعف الجهد الداخل. ليش؟ لأنه مجمع الجهد الأول اللي تم شحنه لC1 مع في الجزء الموجب مع الجهد الموجود على طرفي C2، فيصير جهد المتسعة الأولى زائد جهد المتسعة الثانية، فيصير ضعف جهد الخارج، الجهد الخارج يصير ضعف جهد الداخل. اما اذا ربطنا متسعه فايش راح يصير عندي؟ اذا ربطنا متسعه ارجو انتباه على هذه، العفو، اذا ربطنا مقاومه بهذه الصوره ايش راح يصير عندي؟ عندما تنشحن المتسعه الاولى في الجزء الموجب ثم تنشحن المتسعه الثانيه في الجزء السالب، فاثناء شحن المتسعه الثانيه في الجزء السالب المتسعه الاولى تقوم تفرغ، والعكس ايضا صحيح. في اثناء الجزء الموجب تنشحن المتسعه C1، C2 تبدي تفرغ، فلهذا شيء يصير عندي، وخاصه اذا كانت الترددات واطئه، راح يصير الاوتبوت بهذا الشكل. فلهذا للتخلص من هذه الحاله احنا طبعا لازم نربط مقاومه حمل، فايش راح نسوي؟ راح نزيد الترددات. شوف، بزياده الترددات راح يصير عندك جهد مضاعف، وايضا يصير عندك التذبذب قليل. نجي الى الدائره الاخرى وهي دائره التقليب. شنو هي دائره التقليب؟ دائره التقليب تستخدم في دوائر تشكيل الموجة. يعني شنو دوائر تشكيل الموجة؟ يعني مثلا اريد موجه داخله بهذه الصوره اقلمها من هذا الجزء مثل ما موجود هنا عندي، يعني هذا الجزء لا يظهر، يعني فقط طلع عندي الجزء المتصل، أو مثل هذه الدائرة الكهربائية الجزء الداخل يكون بهذا الشكل، بينما الجزء الخارج فقط مقلم جزء، يعني الجزء المنقط لا يظهر والجزء المتصل فقط يظهر. بمعنى أنه هذه الدائرة تستخدم للسماح لجزء من دائرة من موجة الإدخال بالخروج، والجزء الآخر تحجزه أو تقلمه. كيف تعمل هذه الدائرة؟ تعمل بالشكل التالي. هذه الدائرة دائرة التقليم تستخدم للحصول على تقليم بهذا الشكل، وإذا أردنا تقليم من نوع آخر نستخدم دائرة من نوع غير ربط، يعني هذا التقليم خاص بهذه الدائرة. إذا غيرت هذه الدائرة، إذا غيرت ربط البطارية أو اتجاه الدايود راح تحصل على تقليم من نوع آخر مثل ما راح نشوف. المهم هذه الدائرة كيف تعمل؟ لو تلاحظون أنه إيش عندي أنا؟
عندي ابتداء الدايود مربوط بطريقة بحيث الجزء السالب مربوط مع الجزء الموجب من البطارية. لهذا قبل ما تدخل الموجة عندي الدايود في حالة انحياز عكسي، والدايود عندما يكون في حالة انحياز عكسي دائما نقول في حالة انحياز عكسي كأنما هذه الدايود والبطارية غير موجودة، كأنما هنا صاير قطع، كأنما هذا الدايود يشال، كأنما هذه ماكو، هاي في حالة انحياز عكسي. وبالتالي هذه النقطتين اللي هي نقطة الاوتبوت ايش راح تظهر؟ ما راح تظهر هاتين النقطتين لان هذه صار بها قطع، وانما راح تظهر شنو؟ فرق الجهد الداخل اللي هو هذا وهذا، فرق الجهد الداخل هذا وهذا. اذا نعيد، في حالة الانحياز العكسي فانه الجزء الخارج يكون فقط الجزء الداخل تماما، لكنه اذا كان عندي انحياز امامي فان الجهد الخارج سيأخذ جهد هاتين النقطتين، وجهد هاتين النقطتين دائما هو جهد البطارية، يعني يكون عندي جهد مستمر، ودائما يصير عندي صراع ما بين الموجة الداخلة والبطارية، أحدهما هنا مثلا على سبيل المثال في هذه الدائرة في شكل 4-12 أحدهما يحاول اللي هو البطارية أن تجعل الدايود منحاز انحياز عكسي، بينما في حالة الجزء الموجب الداخل ايش راح يصير عندي؟ الجزء الموجب من الموجة، هذه الموجة تحاول أن تجعل من الدايود منحاز انحياز أمامي، فيصير عندك صراع ما بين البطارية والجزء الموجب. فإذا غلبت البطارية بمعنى أنه أصبح هذا الجهد عكسي، فراح يطلع عندي الموجة الداخلة بالكامل. أما إذا غلبت الجزء الموجب يغلب البطارية ويصبح عندي هذا الانحياز انحياز أمامي، فايش راح يصير عندي بالانحياز الأمامي؟ كأنما هذا متصل، فيطلع عندي جهد هاتين النقطتين اللي هو نفس جهد بنوة جهد البطارية. فنشوف الآن في مثل هذه الحالة ابتداء ايش عندي أنا؟ عندي البطارية مخلية هذا منحاز انحياز عكسي، فإذا منحاز انحياز عكسي هذا ايش يعني؟ يعني انه الجهد بين هاتين النقطتين لا يظهر، لأنه هذا كأنما ما موجود، كأنما هذا ما موجود في انحياز عكسي، هذا قطع، يعني كأنما هذا ما موجود. فلهذا شي يصير عندي في البداية؟ الجهد على الخارج يساوي الجهد الداخل، والجهد الداخل لو تلاحظون هذا هو الجهد، هذا هو الجهد الداخل، لكنهم من نوصل إلى الجزء الموجب إلى فولتية عالية من الجهد الداخل، ايش راح يصير عندي؟ الفولتية العالية في هذا الجزء الموجب راح شو يصير؟ راح تتغلب على البطارية اللي هي تحاول أن تجعل الدايود منحاز عكسي، وبالتالي هذا الجزء الموجب راح يجعل الجزء الأعلى من الجزء الموجب راح يجعل الدايود منحاز انحياز أمامي، فشي يصير عندي؟ يصير عندي قطع. ليش يصير عندي قطع؟ لأن احنا قلنا في حالة الانحياز الأمامي ايش راح يصير عندي؟ في حالة الانحياز الأمامي راح يظهر على طرفي المقاومة الخارجية جهد البطارية، وفعلا هو هذا ما تم. بالنسبة للجزء السالب، شوف الجزء السالب إذا دخل هنا راح يجعل من الدايود شنو؟ منحاز انحياز عكسي، بمعنى أن الجزء السالب والجزء الموجب والبطارية كلاهما يعملان على جعل الدايود منحاز عكسي، وإذا منحاز عكسي كأنما هذه ما موجودة لا البطارية ولا الدايود، يعني في حالة قطع في حالة انحياز عكسي، وبالتالي الأوتبوت يظهر الانبوت بالكامل وهو الجزء السالب. نفس الحالة وين موجودة؟ موجودة عندي في هذه الدائرة. لو شوف في هذه الدائرة هنا العكس تماما، هنا البطارية تحاول أن تجعل من الدايود منحاز انحياز عكسي، ففي البداية وبينما الجزء الموجب يحاول أن البطارية هنا تحاول أن تجعل من الدايود منحاز انحياز أمامي، والجزء الموجب أيضا يحاول أن يجعلها منحاز انحياز أمامي، وبالتالي هذا معناته عندي شنو؟ عندي كأنما متصل، وإذا متصل معناته الجزء الموجب بالكامل لا يظهر. في الجزء السالب راح يصير صراع ما بين الجزء السالب
اللي يحاول ان يجعل الدايود منحاز انحياز عكسي، والبطارية التي تحاول ان تجعل من الدايود منحاز انحياز امامي. فلهذا في القيم الاولى للجزء السالب زين اللي هي قيم قليلة لا تستطيع ان تغير انحياز الدايود، راح ايضا شنو راح ايضا ما تظهر. لماذا ما تظهر؟ لانه يبقى الدايود في حالة انحياز امامي. لكن الاجزاء العليا، الاجزاء العليا من الانحياز من الموجة الداخله راح تجعل من الدايود منحاز انحياز عكسي، وبالتالي في حاله انحياز عكسي هاي كانما ما موجوده، فيظهر فقط الجزء الداخل الذي يجعل من الدايود منحاز انحياز عكسي.